معالي الوزير وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري النهاردة كان مقابل وزير الخارجية الروسي لافروف، واتكلموا مع بعض في جهود مصر الحثيثة طبقا للبيان. خد بالك من كلمة الحثيثة لأنها فعلا مهمة، لأن فيها إصرار على وقف هذا العدوان الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية، لأنها مش بس قطاع غزة، لا ده بيتضرب في قطاع غزة وبيتضرب في الضفة وهكذا. معنا على تليفون دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي. أهلا بك يا دكتور نبيل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور نبيل. يمكن مهم عندنا أن احنا نفهم مدى الدور اللي من الممكن أن تلعبه موسكو في وقف هذا العدوان جنبا إلى جنب مع مصر. مصر بتقود هذا الملف بمنتهى الشجاعة الحقيقة، وبمنتهى التحدي أيضا للإرادات الدولية، حتى استطاعت أن تغير من وجهات نظر بعض الحكومات، وأقدر أقول وعلى رأسها فرنسا. السؤال، إيه اللي هنقدر نعمله إحنا والروس في هذا الشأن حتى نصل إلى وقف هذا العدوان؟ لا، أنا في تصوري طبعا مصر موقفها سابق. أولا مصر موقفها متطابق جدا مع روسيا فيما يتعلق بهذا الأمر. حلو. وقف إطلاق النار، حل القضية الفلسطينية حل جذري، هو حل الدولتين المتفق عليه من المجتمع الدولي. ولذلك أنا شايف أنه الموقف المصري والموقف الروسي وتطابقهم من الممكن أن يكون لهم تأثير كبير جدا. وطبعا فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، دي مسألة جوهرية قبل أي عمل أو قبل أي إجراء آخر ممكن يتخذ، طبعا للحفاظ على أرواح المدنيين والمواطنين العزل اللي مات منهم عدد كبير جدا. طبعا مصر وروسيا من البداية على فكرة أعلنت إن هي مش يعني مع وقف إطلاق النار ومع حل الدولتين، والشرق الأوسط لن يكون خاليا من الإرهاب تماما إلا بحل القضية الفلسطينية. طب عظيم جدا دكتور نبيل، في رأيك برضو وحضرتك متخصص في هذا الشأن، هل من الممكن خلق محور مصري صيني روسي للضغط على إسرائيل؟ حتى وأنا عارف أنه إسرائيل لن تقبل بوساطة روسية، بس لو كانت الوساطة منفردة. لا هو من الصعب جدا، لكن مع الصين إسرائيل الولايات المتحدة فقط هي التي ممكن أن تؤثر. طيب عليها، هل في إطار لأنها هي الدولة التي يعني الحبل السري لإسرائيل يعني مرتبط بالولايات المتحدة. طب في إطار أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، هل من الممكن هذا المحور الثلاثي أن يمارس ضغط ما أو يشكل ضغط ما؟ لا لا، الصين لا تمارس أي ضغوط. الصين هدفها الأساسي هي الحاوية، البضاعة. بتقصد التجارة بشكل عام، يعني معاملاتها التجارية. طيب يعني الصين لا. طيب هنا أليست الصين لديها مصالح تجارية واسعة مع المنطقة العربية بما يسمح بأنه الصين تتعاون مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتشكيل هذا الضغط؟ طبعا طبعا بلا شك، طبعا بلا شك. الصين يعني المملكة العربية السعودية طبعا لها دور كبير جدا من الممكن أن تؤثر. طبعا مصر يعني التجارة الصينية في المنطقة العربية وأفريقيا بصفة عامة يعني رائجة جدا ومهمة جدا، وبالتالي من الممكن أن تؤثر. هل لازالت موسكو منشغلة بالحرب الأوكرانية فبعيدة بقدر ما عن الوضع؟ نعم. في فلسطين؟ نعم 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 يا أستاذ يوسف، لأنه يعني الحرب الأوكرانية تعتبر محورية بالنسبة لروسيا، يعني هي الأساس. لكن في نفس الوقت طبعا هي مهتمة بالشرق الأوسط لأنه تريد أن تكتسب حلفاء حتى في حربها مع أوكرانيا. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، كل الشكر مرة تانية دكتور نبيل.